يبانوا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت شعار رحماء ان خيرك ينتفع غيرك، بشرت اليوم جمعيه الارشاد والاصلاح مكتب عاصمه الولايه غيزان لتوزيع الحصه الاوليه من القفه المقدره ب 250 قفه من اصل 500 قفه مستهدفه من قبل مكتب الجمعيه. هذه المساعدات التضامنيه التي دابت عليها الجمعيه كل سنه مساهمه في ادخال الفرحه والسرور في نفوس الايتام والمعوزين بغيزان. الشكر موصول لكافه المحسنين الذين يعتبرون العمود الفقري لهذه الجمعيه، كما لا ننسى طاقم الجمعيه الذي سهر على تنظيم هذه المبادره الخيريه او المشروع الاول، ثم يليه مشاريع اخرى تضامنيه على غرار تنظيم مائده اليتيم على شرف 100 يتيم، وهذا خلقا بغيه خلق جو اخر لهذه الشريحه التي فقدت ابائها، ثم يليها كسوه العيد على شرف 150 يتيم ومعوز في عاصمة الولاية غيزان، ثم مسابقة ولائية للقرآن الكريم للمدارس القرآنية المعتمدة من قبل الجمعية. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.